سيننسى الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه الموانش اليوم، وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره اللحم البقري في سوق دمنهور الساعه 3 يا جماعه يوم السبت. العالم حضرات بعد الناس خفيفة، ربنا يرخيها على عباده يا رب. اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. السلام عليكم رجال، كل سنه طيبين. لسه النهارده في سوق دمنهور النهارده، الله يقويكم ويعينكم. الله يكرمك. عرفنا باسمك يا حاج. انا سمير علواني مصطفى صيف. المعلم سمير علواني مصطفى صيف، تاجر ولا جنان؟ لا تاجر. الله يبارك لك ويقويك. كسر حال عجلة ده؟ لا لسه ما كسرش. لباني ما كسرش ولا سنة يا جماعة. عامل كام الله وكيل؟ دي عامل 55. 55,000 لباني ما كسرش ولا سنة الله أكبر. ربنا يبارك للمال وأصحاب المال. اللهم صل على النبي. والله راجل سواق وراي الكبيره، احسن راي الحاج حسب الله، الله يقويه ويعينه. الحاج بسيس العوام. الحاج بسيس العوام، الله يقويك ويعينك. السوق عامل النهارده ولا لسه ما عرفتوش الاسعار ولا حاجه؟ لسه السوق ما فتحش. الله يقويكم ويعينكم. الاسعار بره، الاسعار بره، بنتكلم على اسعار بره بس حاليا. اي والله. عامل اخره ياما العجل ده حاج؟ 55 60 سيف كده يعني، معدله كده. معدله كده بس لسه برضه ما حدش اتفرج عليه ولا حد قال فيه حاجه. الله يقويكم ويعينكم مثل حالكم. يعني موجود عندكم عجول ذكورة لحم؟ ادينا خير ان شاء الله. طب ادينا رقمك، لو معاك رقم لو حد اسحاق تواصل معاه. ماشي يا بكر. كام الرقم؟ 0100 0100 0100 8321 6287. الله يقويكم ويصلح حالكم. اي حد يتواصل معاكم تبع قناه الموانش اليوم بالله عليك تعملوا معاه واجب. الله يصلح حالكم. صباحكم ابيض ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. العجول الذكوره اللحم البقري في سوق دمنهور. السلام عليكم يا معلم. كل سنه وانت طيب. تاجر ولا جنان؟ تاجر ان شاء الله. عرفنا باسمك. الشحات غراب. المعلم الشحات غراب، الله يبارك له. منين يا حاج شحات؟ من النخله البحريه. النخله البحريه ابو حمص. بسم الله ما شاء الله. كسر حال ولا لبان؟ كسر جوز. كسر جوز يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب لا ياخذ المال. اللهم صل عليك انت. الله اكبر على المال. بسم الله ما شاء الله. اذكر الله وقل لا اله الا الله. عود بوقك على ذكر الله، ربنا يبعد عنك البلاء. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر، الله اكبر على الماء. عامل ياما صاحبي؟ ايه يابا. عامل ياما؟ 4.5 اهوت، عامل 55,000. 55,000. بسم الله ما شاء الله. كم كيلو كده تقريبا من زيانه؟ 50 كيلو وزياده. 450 وقبل الزياده، بسم الله ما شاء الله. عامل 55,000. 55. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا غالي، بسم الله ما شاء الله. الساعة 3 ولسه ما فتحوش البوابة طبعا. لسه مقول يوم سهل اهو. لسه السوق برضه خفيف يا جماعة. والجو برضه تراوي النهارده كويس ان شاء الله. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. الجو يا جماعه تراوي النهارده في سوق دمنهور اهوت، الناس حاضره من الساعه 3 اهيت ولسه ما فتحوش البوابه، ناس خفيفه اهيت. ربنا يبارك لكم ويصلح حالكم. معاك رقم تليفون ناخده له حد على الصحيح؟ 0 3 3 2 3 3 2 3 7 46. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواش اليوم بالله عليك تعمل معاه. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. الله يبارك لك يا غالي. صباحكم ابيض، الله يصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. العجول الذكوره اللحم البقري في سوق دمنهور. مساء الخير يا معلمي. مساء العسل. عرفنا باسمك. حاج شوقي عبد الله. حاج شوقي عبد الله يا جماعه. منين حاج شوقي؟ من هنا من دمنهور. من دمنهور وتجار دمنهور، الله يبارك لهم. من دمنهور نفسها يا عم شوقي؟ ايوه من اجوارها. من اجوارها. منين حاج؟ تبع الشوك البلد. الشوك البلد يا جماعه، الله يبارك لك. لباني ولا كسر حاجه؟ لا كسر. كسر جوز ولا سمتين اهو. سمتين. صل عليك يا سمتين. العجول الذكوره اللحم البقري يا جماعه. اللهم صل عليك. عامل ياما حاج شوقي؟ يعني في حوالي 60 ان شاء الله. حوالي 60,000. بسم الله ما شاء الله. يعني تقريبا يجي قد ايه ميزانه كام كده؟ نظريا يعني. نظريا كده ان شاء الله يجي 450. 450 كيلو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. يزيد شويه يقل شويه يعني اجتهاد. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. تاكل من الدش بتاعه يا باشمهندس. الله يبارك لك يا حاج. الدش بتاعه. معاك رقم تليفون ناخده له عندك عجول ذكوره لحم، حد عايز حاجه تواصل معاه؟ معايا. كام الرقم؟ معايا 010 220 150 158. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواش اليوم بالله عليك تعمل معاك. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. الساعه 3 لسه ما فتحوش البوابه؟ لسه ما فتحوش البوابه. الساعه 3 والعالم خفيفه يا جماعه. هي في سوق دمنهور العمومي يوم السبت الساعه 3 قبل العصر. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. حاجه هيفتحوا ان شاء الله بعد العصر ان شاء الله باذن الله. ربنا يرخيها لعباده يا رب. اللهم امين. صباحك ابدا يا حاج. ما تنسوش اللايك والاشتراك.
الاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.